بتحضر ازاي بقى الموسم الصيف؟ يعني الصيف والحفلات وانطلاقة كبيرة طول الصيف، ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر، انت عارف احنا بنقفل متأخر شوية في الصيف. عرفت مؤخرا بصراحة، مع انه انا بجي على مصر من 25 سنة، بس دايما في انه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا السهر كتير. شوي انا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبصحى بدري، بس هون بمصر تعودنا طبعا على السيستم. ان شاء الله بيضلون فرحانين ومبسوطين وبيهيصوا وبيفرحوا وبيسهروا، شو بدنا احلى من هيك. حفلات في مصر ليها مذاق مختلف، تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما، كل الناس بتحب رامي عايش، تحب اغاني رامي عايش، وانت لسه حلوين مكسرة الدنيا، فبتبقى شايف ده ازاي؟ ببقى فخور فيه. يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لك، هذا شيء بيفرح لك قلبك. بس انا الي وقت طويل انا بمصر، وبحس حالي مصري صدقيني، يعني انا بحس حالي مصري بمصر، لأنه بيتعاملوا معي على أني ابن البلد وبيحبوني هذا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا. فهذا شيء بفرحني كثير وبيعطيني حافز دايما لأعطي أكثر، وبحب أنهم بميزوني أنه أنا شخص بقدر غني طرب، بس بذات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جينيريشن. والشعب المصري بعده سميع هدير، صدقيني بعده سميع كثير ومتمسك بالطرب، ولكن طبعا الفن موجات، في موجة بتروح وموجة بتجي. بما انك بتتكلم عن الشعب المصري، اكتر حاجة بتلفت نظرك فينا ايه؟ وبتاكل اكل مصري ولا لا لما تيجي؟ شوفي انا اكلي خضرة كتير، يعني متجه للاكل اللبناني اكتر اذا بدك، يعني مش بالضرورة صحي، بس بحب انا ابن جبل، لاني انا كل شيء زيتون وزعتر وركة وخضرة وبندورة وطماطم، يعني هذا اكلي. انا بحب كتير الاكل الجبلي، بعيد شوي عن الاكل المحشي وهيك، بس طيب كتير يعني حلو. اكلت ملوخيه وحمام ولا لسه؟ طبعا بموت فيهم. انا كل اصحابي بمصر اول ما اروح اول حاجه بيعملوها الملوخيه والحمام، يعني بحبهم بس مش على ديلي بيسز يعني.